سعيدة، وفي نفس الوقت من خلال حياتنا اللي احنا عايشينها كده النهاردة نقدر ان احنا نخدم ديننا خدمة سليمة، ونقدر ان احنا نكون كلنا كده عايشين حياة سعيدة وسليمة ومطمئنة. يعني سيدي يكون موجود معايا النهاردة الدكتور محمد وهدان من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك دكتور وهدان. أهلا وسهلا مرحبا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. من خلال الدين والحياة بنقول برضو حلقة وصل ما بين الناس اللي محتاجة الخير والناس مش عارفة توصل لأهل الخير إزاي، والناس اللي عايزة تقدم الخير بس مش عارفة تدين مين وتثق في مين. معانا النهاردة موضوعات مهمة، بس خلونا في البداية واحنا بنتكلم عن 2021 وبنتكلم عن الدين والحياة. طب إيه القضية سريعا كده في دقائق قليلة نتكلم فيها وربطة ما بين الدين والحياة؟ للأسف الشديد الإحصائية اللي ظهرت العام الماضي أو في أواخر العام الماضي إن إحنا للأسف الشديد عندنا 700,000 حالة زواج جديدة ومعانا 900,000 حالة طلاق جديدة. إذن أرقام بتدل إن اللي بيطلقوا أكتر من اللي بيتجوزوا. دكتور وهدان سريعا كده واحنا بنتكلم عن الدين والحياة، ليه بقى الطلاقات بهذه الكثرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. جاء رجل إلى سفيان الثوري رحمه الله وقال له: جئت إليك لأشكو من مرض خطير، طالبا منك أن تجد لي علاجا لمرضي هذا. فقال له: يا أخي قل لي ما مرضك أولا، وبعد ذلك سوف أضع لك العلاج بمشيئة الله. فقال له: إن مرضي هو البعد عن الله سبحانه وتعالى. فقال له سفيان الثوري: يا أخي إذا أردت أن يشفيك الله من مرضك فعليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع ذلك في إناء التقوى وصب عليه بماء الخشية وأوقد عليه بنار الحزن وصفه بمصفات المراقبة واشربه من كأس الاستغفار وتناوله بكف الصدق وتمضمض بالورع وأبعد نفسك عن الحرص وعن الطمع تشفى من مرضك بإذن الله. كل ده عشان الطلاق ما ينتشرش؟ نعم، نعمل كل ده. وصلاة وسلاما يليقان بمقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، الأمي الذي علم المتعلمين واليتيم الذي بعث الأمل في قلوب البائسين، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فبارك الله فيك دكتور أحمد أن طرحت هذا الموضوع. فلغة الأرقام اللي حضرتك تكلمت بيها ولغة الأرقام لغة لا تعرف الكذب، تؤكد أن هناك حالات انتشار، حالات كثيرة جدا للطلاق خاصة بين المتزوجين حديثا. وأنت تعلم والسادة المشاهدين جميعا يعلمون أن الطلاق أبغض الحلال إلى الله سبحانه وتعالى، وإن المفروض الناس تتعايش على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، والحياة الزوجية تقوم على المودة والرحمة. لكن لماذا انتشر الطلاق؟ أيوة، نقول بقى سريعا كده الأسباب. واحد، أو أول سبب من هذه الأسباب هو أن الولد لم يعرف أمور دينه والبنت لا تعرف أمور دينها. يعني إذا البعد عن الدين، البعد عن منهج الله سبحانه وتعالى. البنت أمها ما علمتهاش إزاي تحتوي زوجها وتحترم وتعامل المعاملة الطيبة، والولد نفس الحكاية، والده ما قالوش إزاي يعامل مراته ويحتويها عند غضبها ويتعامل معها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. ده هيك افترضت أن الأب والأم عارفين أساسا، المفروض يكونوا عارفين انهم عايشين حتى فترات طويله جدا. اتنين بقى، اتنين، المغالاه في المهور، المغالاه في طلب المهور. الناس تبص ده باصص للتاني وده باصص. طب الطلاق ده اثر ازاي بقى؟ اثر انتشار الطلاق يعني ايه؟ يعني المغالاه في المهور ده زود ازاي؟ المغالاه في المهور، فالشباب تزوج، فالشباب بعد ما تزوج كل يوم خالتي جابت كذا وانا ما جبتش، بنت عمي جابت كذا وانا ما جبتش، وفلانة جابت كذا وانا ما جبتش، ده خرجت تتفسح وانا عدم الرضا. عدم الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. النمره 3، غياب الموده والرحمه بين الازواج. عندما تغيب الموده والرحمه داخل البيوت خلاص بقت مشكله كبيره جدا. طب تدخل الاهل سبب مهم جدا. ايوه لسه كنت هقول لك بقى، سبب مهم جدا تدخل القوتين الاعظم، حماته وحماتها. دول بزعمهم والله، تدخلوا الحما تتدخل وحماته تتدخل، ده بيؤدي في النهاية إلى إفساد العلاقة بين الزوجين. ياريت كل أب وأم شايفيننا دلوقتي من خلال هذا البرنامج المتميز ما يتدخلوش في حياة بنتهم ولا يتدخلوا في حياة ابنهم، يسيبوا ابنهم أو يسيبوا بنتهم تحل مشاكلها مع زوجها بين أربع جدران، وهذا هو الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. لأن ربنا قال لنا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا إيه؟ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ليه ربنا ما قالش يا دكتور أحمد لتسكنوا عندها؟ لأن ربنا لو كان قال لتسكنوا عندها لكان السكن ماديا ساعة اتنين تلاتة وتمشي، لكن ربنا لتسكنوا إليها يعني زوج يقعد هو مرهق ومتعب من عناء
العمل فتقابله الزوجة بابتسامة حانية فتخفف عنه عناء ومتاعب الدنيا. إذن هذه الروشتة السريعة من ضيف الكريم حتى نقلل حالات الطلاق اللي منتشرة سواء في زيجات الحديث أو حتى في الناس اللي هي الجدود اللي بقالهم 50 سنة متجوزين وهم بيتجوزوا الأحفاد للأسف الشديد، لإما هو بيتجوز عليها لإما هي بتطلب الطلاق في حالات كثيرة. طب نشوف مع بعض النهاردة حضراتكم طلبتوا مننا نعرض إيه. مركز ديكرنس بالدقهلية بعتولنا وقلتولنا عندنا مسجدين للأسف الشديد، بيت من بيوت ربنا الأول هنتكلم عنه مسجد لينس، مركز ديكرنس بالدقهلية مغلق بقرار من وزارة الأوقاف المصرية. تخيلوا معايا بيت من بيوت ربنا مغلق بقرار من وزارة الأوقاف المصرية، إذن لا عندي مسجد أصلي فيه، لا عندي دار لتحفيظ القرآن الكريم، ما عنديش مصالة للسيدات. هنشوف مع بعض سريعا تقرير لمسجد لينس ونشوف المشكلة زي ممكن إحنا نساهم ونسارع سريعا عشان نعمر بيت من بيوت ربنا اللي تستنجد بحضراتكم. شوف مع بعض. من هذا المكان الطيب المبارك، من هذا البلد الطيب أهله، قرية لينس التابعة للربيعة، مركز ديكرنس، محافظة الدقهلية. طبعا احنا جينا هنا علشان نطلع أهل الخير في كل مكان على حال المسجد وحال أهل هذا البلد. والله ظروف المسجد ده احنا ما بنعرفش نصلي فيه، فمن خوفنا ان احنا بنطلع نصلي في الفسحات اللي قدامه، وطبعا الحر لما بيجي في الصيف الناس بتقلق ما بنلحقش نسمع الخطبه زي الناس، ونيجت المطر بتقوم تقاطع علينا، بنقوم نجري نكمل صلاتنا في البيوت. ظروف المسجد قديم من زمان وهايل للسقوط، يسقط فوقنا واحنا بنصلي بنخاف بنصلي بره. المسجد هايل للسقوط ومقفول هندسيا بقاله شهرين والناس بتصلي هنا بره. الجامع بيقع منه حتت صغيره كده. المسجد زي ما حضرتك شفت اترمم اكتر مره واثنين وثلاثه، وهو فعلا هائل للسقوط اللي حضرتك شفته، وثانيا ده على ثلاث ري ومش مبنى على اساس، يعني المسجد ده ملوش اساس، مبنى على الارض غير صلبه وغير سب، هائل للسقوط في اي لحظه حضرتك زي ما انت شايف، والمسجد مقفول بقاله فتره طويله. اتحرمنا من الصلاه في المسجد والوقت فيه احنا في مطر وفي والجو برد، وطبعا مين اللي هيطلع يصلي في المطر وفي البرد، والارض طينه كمان مش اسفلت ما تصلحش حتى للصلاه فيه. بالنسبة للأطفال الصغيرين دول ما فيش أي حد بيحفظهم قرآن، عشان نحفظ ابننا قرآن بنجيب عربية توديها حتى زي الشركة زي الربيعة زي المحمودية عشان يحفظ فيها القرآن. مطلوب إن المسجد اتبنى حلو عشان احنا بنصلي برا ومفيش دار تحفظ قرآن هنا، وعايزين نصلي كويس زي الناس اللي بتصلي برا. والعيال الصغيرة محرومة من تحفيظ القرآن، عاوزين دار برضو في المسجد اللي اتبنى. احنا بنتمنى من ربنا ومن الناس اللي فعل الخير انهم يراعونه ويبصوا لنا بالعين الرأفه ان يعملوا لنا مسجد ومكان للاطفال يصلوا فيه ويحفظوا فيه القران. والقريه ضعيفه ماديا بطريقه ما حدش يتصورها، لو هي قادره تعمل حاجه كانت عملتها وما طلبتش العون من اي حد، فاحنا طالبين العون من عند ربنا، واللي يجي يعمله برضه هو ليه الاجر والصواب عند الله. الراجل الكبير عنده 60 70 سنه عايز يسمع خطيب، يسمع ايه، يصلي فرض ربنا سبحانه وتعالى، مش عارف يطلع من الشتاء، وفعلا في الحر ما حدش بيعرف يطلع من بيته، طالبين من الناس الكرام والمتبرع الكريم، محتاجين مسجد يسعي الناس. ونطلب من اهل الخير يعني يساعدونا في 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 بناء المسجد. إذن مسجد لينس الجديد بمركز الكنس بالدقهلية اللي تم ترميمه أكثر من مرة وكان آل السقوط، فقامت وزارة الأوقاف المصرية خوفا على أرواح المصلين بإغلاق هذا المسجد. مسجد لينس مغلق، طب في بديل؟ مفيش بديل. طب في دار لتحفيظ القرآن الكريم، في مصلى للسيدات حتى الرجالة، في زاوية يصلوا فيها؟ مفيش. إذن هذا هو المسجد الوحيد اللي موجود في القرية اللي بتستنجد بحضراتكم عشان يتم إعادة بناء هذا المسجد، زي ما بيقولوا كده إيه، يعني كله يساهم بقدر استطاعته، اللي يقدر يساهم بمواد بناء، اللي يقدر يساعد ويساهم بفلوس يبقى كتر ألف خيره. طب دكتور وهدان، المشهد اللي شفناه ده
وان بيت من بيوت ربنا مغلق بقرار بوزاره الاوقاف المصريه خوفا على ارواح المصلين، ده مسؤوليه مين؟ في الحقيقه يعني هذا دكتور احمد مسؤوليه المجتمع كله، ليس مسؤوليه شخص بعينه، ولكن المجتمع كله مسؤول امام الله سبحانه وتعالى اذا اغلق هذا المسجد. فواجبنا جميعا ان نساهم في انشاء هذا المسجد الذي يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى. واحنا عندما نتصدق باموالنا او نساعد في انشاء هذا المسجد فاننا سنحصل على ثواب عظيم جدا من الله سبحانه وتعالى، خاصه وان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، الامام راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فكلنا مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى، ويجب على كل الناس أن تتعاون وأن تتكاتف وأن تتصدق حتى ولو بالقليل، حتى ولو بجنيه واحد، من أجل تعمير بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى، حيثك عارف أن المساجد هي لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في القرآن العظيم: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فإحنا بننشئ بنسام هذا المسجد، يبقى طبعا بنخلي اسم ربنا سبحانه وتعالى عاليا، نخلي اسم ربنا سبحانه وتعالى مذكورا دائما على ألسنة الناس، الناس اللي بتذكر ربنا سبحانه وتعالى، وبذلك يتحقق الأمن والأمان والطمأنينة، ويرضى عنا الله سبحانه وتعالى عندما نساهم في إنشاء هذا المسجد طاعة لله سبحانه وتعالى. اللي ظهروا معانا في التقرير كانوا بيقولوا ما بقاش في مكان حتى نحفظ فيه أولادنا القرآن الكريم، اختفاء مسجد، اختفاء دار لتحفيظ القرآن الكريم، أميت بقى الدار دي النهاردة في ظل الاختراب والثقافة الغربية اللي اقتحمت عقولنا وقلوبنا؟ في الحقيقة طبعا إنشاء دار لتحفيظ القرآن العظيم ده مطلب ملح جدا وعمل ضروري جدا ينبغي أن نحافظ عليه في كل قرية وفي كل نجع وفي كل شارع، لأن تحفيظ القرآن الكريم يحمي أولادنا ويحمي شبابنا من التطرف ومن الانحراف أيضا. فالذي يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى لا يعرف الانحراف ولا يعرف التطرف. وأن كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نحفظ أولادنا كتاب الله سبحانه وتعالى وأن نقرأه، فقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: يا رب منعته الطعام والشراب والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام: فيشفعان. فمهم جدا ان احنا نحفظ ولادنا القرآن. اللي يحفظ قرآن هيبقى شخص ناجح جدا في هذه الدنيا، لانه هيكون مع الله، ومن كان مع الله فلن يضام ابدا. بفكر حضراتكم مرة تانية بمسجد لينس الجديد الموجود بديكرنس بالدقهلية، هذا المسجد الذي تم ترميمه أكثر من مرة، ولأنه قابل للسقوط وخوفا على أرواح المصلين قامت وزارة الأوقاف المصرية مشكورة بإغلاق هذا المسجد، منتظرين مساهمات ومساعدات حضراتكم سريعا عشان نقوم بعملية إحلاء وتجديد لهذا المسجد ويعاد فتحه مرة أخرى، ونضم له قطعة أرض بجانبه عشان نعمر بيت من بيوت ربنا. هنطلع فاصل إعلاني سريع وراجعين مع حضراتكم نشوف طلباتكم كانت إيه معانا في بقية حلقتنا النهاردة من الدين والحياة. اتفضل. مستمرين مع حضراتكم زي ما قلت في بداية الحلقة، أهل ديكرنس بالدقهلية بعتوا لنا تقارير عن بعض المساجد اللي تم هدمها أو تم إغلاقها، محتاجين عملية إحلاء وتجديد، وكان المسجد الثاني في حلقتنا النهاردة مسجد للأسف الشديد محرومين منه. هنشوف سريعا تقرير عن الصفا والمروة وهذا المسجد اللي للأسف الشديد محرومين من الصلاة فيه، ونرجع مع ضيف الكريم عشان نعرف فضل صلاة الجماعة وأهمية وثواب البناء أو المساهمة في بناء مسجد وبيت من بيوت ربنا، وهل فعلا نستنى لغايه شهر رمضان الكريم اللي جاي واحنا قدامنا 3-4 شهور، ولا من دلوقتي نساهم وسوف نحصل على نفس الثواب باذن الله. شوف مع بعض الصفا والمروه وراجعين مع الدكتور وهدان. اتفضل.
هذا البلد الطيب ومن هذا المكان وهذا الموقع، مسجد الصفا والمروة من دمشلت مركز ذكرنس محافظة الدقهلية. المسجد اتهد بالفعل، والمسجد واقع في مكان خطير جدا ومكان مهم جدا جدا. الجامع ده بيخدم موقف دمشلت واغراب اللي بتيجي من البلد بتيجي على الجامع دي، وبيخدم الوحده المحليه ونقطه دمشلت والجمعيه الزراعيه وكل اللي داخلين على البلد بيجي يصلوا في الجامع دي، لانه بينه وبين الموقف ما فيش 50 متر. يعني الغريب بيجي على الجامع. مسجد الصفا والمروه من المساجد اللي عليها رواد كتير في دمشلت هنا. المكان ضيق، مكان ضيق وكان قايل للسقوط. المسجد طبعا ما كانش حد عارف يصلي فيه، لان المسجد كان منهار، ما فيش فيه مكان يصلح للصلاة، كان ضيق، كان قايل للسقوط. كان طبعا أهل القرية أو أهل المنطقة بيصلوا على مفارش برة داخل مخيمات. هذا المسجد حواليه 5000 نسمة تمام، وطبعا فيه كثافة مصليين الحمد لله لفضل المولى عز وجل، وبندعو كل من يساهم ربنا يوسع عليه ينول أجر في الجنة. هذا المسجد مبني من سنين طويلة، يمكن من 60 سنة. الحقيقة كان في الفترة الماضية كان بياخد أعداد من الناس بسيطة، لأن كان مساحة 350 متر. كان بيصلي قدام المسجد يمكن أضعاف الناس اللي موجودة في المسجد. الحمد لله يبقى مساحة كبيرة يتسع من المصلين أكثر وأكثر، فبكل ركعة تصلى في المسجد وبكل سجدة سوف تكتب في ميزان الحسنات إن شاء الله. ربنا يعين كل واحد يساعدنا في أمام المسجد، لأن داخل علينا شتي وأكتر المصليين بنصلي برا. لكن أكتر أيام بنصلي برا والدنيا بتشتي علينا، وكنا بنصلي وإحنا عايزين جامع جديد عشان نصلي فيه ونحفظ فيه القرآن. لأن مسجد الصفا والمروة كان أهل السقوط تم هدمه بالفعل، وإذا محتاجين عملية البناء، وده بيكلف كتير جدا، وإحنا عارفين النهاردة بيشطب أوضة بيدفع كام، وبالتالي هذا المسجد محتاجين النهاردة وإحنا بنبنيه يكون في دار لتحفيظ القرآن الكريم، ومساهمات ومساعداتكم أكيد هي السند الأساسي. طب الناس بتقول طب ما رمضان الكريم إحنا هو في 2021، يعني 3-4 شهور ويهل علينا شهر رمضان الكريم، ننتظر الإخراج زكاة المال والصدقة في الشهر الكريم، ولا نساهم الآن فنحصل على ثواب ربما يكون أكثر كمان، لأن إحنا لما نخرج زكاتنا وصدقاتنا على مدار السنة هنفيد ونساهم بشكل أكبر في الناس والأعمال اللي محتاجة مساهمات ومساعدات. دكتور وهدان، أيهما أفضل، لانتظار الشهر رمضان الكريم ولا سرعة المساهمة في إعادة بناء هذا المسجد؟ شوف يا دكتور أحمد، وإخراج طبعا الزكاة واجب على المسلم بشرطين: إذا حال على المال الحول، يعني مر عليه سنة هجرية، أو يتوافر فيه النصاب ما قيمة 85 جرام ذهب عيار 21 يطلع عنهم زكاة قدرها 2.5%، يعني كل 1000 جنيه 25 جنيه، زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عز وجل عليه باب فضل. فيمكن للمسلم اللي هيطلع الزكاة في شهر اللي عليه الزكاة متعود طلع الزكاة في شهر رمضان أن يخرج زكاة ماله مقدما. أجاز الفقهاء إخراج الزكاة مقدما، يعني هو متعود طلع الزكاة كل رمضان. لو مسجد محتاج النهاردة عشان نعمره بذكر الله على رمضان وطلع الزكاة بتاعته، مش لازم انتظر لشهر رمضان الكريم، ممكن من دلوقتي أن ينتظر حتى رمضان، ولكن يمكن أن يخرج زكاته مبكرا وقبل موعدها، وحيحصل على ثواب عظيم جدا من الله سبحانه وتعالى، لأنه تصدق بماله طاعة لله سبحانه وتعالى. ومن المعروف طبعا أن الصدقات
وأن المسلم عندما يخرج الزكاة ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى تقيه مصارع السوء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وقالنا ربنا في القرآن العظيم: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يعني أنت كده تعامل مع الله سبحانه وتعالى وأخرج مالك طاعة للجزء من مالك لله سبحانه وتعالى بتعمير بيوت الله، أكيد ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك وهيسترك في الدنيا وفي الآخرة، لأن تعمير بيت الله وما يذكر فيه الله سبحانه وتعالى ستحصل أنت على ثواب عظيم من الله سبحانه وتعالى. يعني إذن المساهمة في إعادة بناء هذا المسجد، مسجد الصفا والمروة بدكان نسبة الدأهلية، سواء من زكاة المال أو من الصدقات الجارية، فيجوز الإخراج الاتنين مع بعض ومبكرا وقبل موعدها. نعم. بشكرك وبشكر ضيفك الكريم دكتور محمد وهدان العالم الأزهري القدير، بشكرك جدا دكتور وهدان. شكرا جزيلا، جزاكم الله خيرا. شكرا كرام. إذن مسجد الصفا والمروة مركز زكاة نس بيت أهلية، زي ما أنتم شايفين نتيجة لأنه قايل السقوط قام أهل القرية بهدمه عشان نبنيه، هنبنيه بمساهمات ومساعدات حضراتكم. وزي ما شفنا في حلقتنا النهاردة ضيف الكريم العالم الأزهري القدير قال مش لازم نستنى لغاية شهر رمضان الكريم، سواء اللي عليه زكاة مال سواء اللي عايز يخرج صدقات جارية فمسجد الصفا والمروة في انتظاره. فياريت نسارع في إعادة بناء هذا المسجد، مركز نسارع في إعادة بناء هذا المسجد، مسجد الصفا والمروة. وبكده خلص حلقتنا النهاردة من الدين والحياة، مع تحياتي أنا أحمد عبدون.